ايه خطر شويه يعني. ابقى ابقى اخي محسن، تلقاش انا هابطه. مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس اللي وقعت اليوم على الساعة 9 صباحا انهيار منزل أيل سقوط ومهجور اللي زرع الخوف والهلع في صفوف الساكنة اللي كيقولوا حنايا يعني منذ سنين وسنين وسنين أننا كنسمعوا بأننا غادي نستافدوا من المنازل أيل السقوط، ودائما وأبدا كيقولوا لنا بأن الدار ديالكم راها داخلة في الترميم، راها إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله يعني منذ يعني اول ايام ديالنا فاش خلقينا لقيناهم كيقولوا كيساويو مع والدينا على ان الدار ده هي داخله في المنازل ايلا السقوط وغادي يستافدوا احنا كذلك. اليوم هاد الصباح هذا تفاجئنا على ان الدار اللي غادي نهبطوا ونوريكم عبر المباشر، غادي نهبطوا نوريكم عبر المباشر اللي طاحت، نهبطوا خويا ياك اللي طاحت اليوم. فحنايا الان يعني في هذا البث المباشر كنشوفوا كيفاش هاد السطح هابط، يعني هابط على سطح يعني في الدار حتى مكالينها غير كيف ما كنقولوا لها الكايزه. فهادو الشباب ديال هاد الحي هذا اللي تصدموا من بعد ما فاقوا هاد الصباح ولقاو الدار طاحت، سمعوا واحد كان واحد نوع من الرعب صفوف الساكنه. هنا قلنا هبطنا هذا هبط مثلا هبطنا هذا هبط مثلا الا راك الله يبقى قلبو ندور انا بحال ما هكا. شوف شوف سلام ماشي مشكلة دراك دراك. إذا هذه هي المعاناة ديال الساكنة ديال المدينة القديمة وباب القرية مشاهدي قناة شوف تيفي بالنسبة للمنازل الأيلة للسقوط، يعني حتى باش أنهم يصلحوا أو باش أنهم يصيبوا الدروج ما يقدروش لأن المنزل اي سقوط في اي حدا يقدر يطيح الى داروا شي اصلاحات. فحنا كنشوفوا كيفاش يعني كيغامروا براسهم وكيفاش يخاطروا براسهم باش يقدروا يبقاو مثبتين بالحياة. هنا غادي نهبط غادي نخرجوا مشاهدي قناة شوف تيفي وغادي نشوفوا حجم المعاناة ديال نعم اللي قبطك يعني هنا غادي نخرجوا غادي نشوفوا هاد الدار هذه اللي طاحت هاد الصباح هذا اللي خلات يعني هلع في الصفوف الساكنه والجيران المجاوره واللي كيقولوا على ان الدار لاصقه لدارنا ونقدروا حتى حنا اي لحظه نكونوا ضحايا. فالحمد لله هاد الانهيار هذا ما سببش خسائر بشريه ولكن غير الطف الله اللي وقفات. يعني اليوم مع السعود وهاد الدرب هذا كيدوزوا منه الاطفال كيدوزوا منه الناس كيدوزوا منه يعني السياح الاجانب السياح الاجانب يعني لولا اقدار الله لكانت غادي تكون الفاجعه. خويا انت من السكينه فوقاش طاحت هاد الدار وشنو سمعتو؟ طاحت مع التسعود الصباح تتفاجئوا بانها الحمد لله ما كانش فيها السكان، ولكن للاسف كما تتشوف الحاله ديال الشارع هاد تقريبا سنه وهو دوز المجاري ولكن ما كملوش الخدمه ديالهم قطعت هكا الدنيا. تتشوف المعاناه ديال الناس باش يدوزوا، الناس كبار تيطيحوا في الطريق. يعني تنتمناو حنا هذه رساله للسيد عبد الله بوانو باش شكرا بارك الله فيك. شوف فينا ب هنا كنشوفوا يعني اجني خليني هكا انا كنشوفوا انا الصوره غنيه للتعبير كنشوفوا المعاناه الساكنه ديال مكناس اللي كيعانيوا من المنازل ايلا السقوط، يعني الدار اللي طاحت اليوم مع التسعود ديال الصباح والحمد لله كانت الالطاف ديال الله، ما كانوش مواطنين دايزين ما كانوش اطفال دايزين ما كانوش ابرياء دايزين لكانوا غادي يكون كانت غتكون الفاجعه. شنو هنايا في الصباح فاش سمعتوا هاد الدار طاحت يعني شنو كان ديك الساعات الاحساس ديالكم او الشعور ديالكم؟ بطبيعه الحال راك تتخلع تتشوف بعدا واش راه كاين شي دري صغير تما لداخل ولا هذا. الحمد لله قلبنا هنايا ما لقينا والو، انت تشوف هاد الحجر شويه في الوسط حليناه ما لقينا حتى الحمد لله ما لقيناش حتى دري صغير ولا هذا حمدنا الله وشكرناه. ولكن راه هانتي هاد الحيط راه حتى هو مهدد اي حدا يقدر يطيح، خص ضروري يعني خص واحد خصهم تدعيمات باش ما نتفادى واحد الكارثه ان شاء الله.
اذا نتمنوا السلامه ونتمنوا بالنسبه للوعود اللي كتوعدوا دائما كيوعدكم دائما انكم غادي تستافدوا من المنازل ايلا السقوط. وطبعا انا صاحب الجلاله نصره الله خرج واحد الميزانيه اللي هي مهمه بالنسبه للمنازل ايلا السقوط. يعني انتم حتى انتم من الناس اللي كانوا غيستافدوا او مستافدين. نعم مستافدين يعني شفويا بالتالي كاع نقول كاع الاحياء ديال مكناس المدينه القديمه تعطاو لهم وعود وخرج واحد البيدجي اللي كبير. حنا راه شفناه في الاخبار وكل شيء. بداو الصراحه الترميمات في احياء اخرى لكن ما شملاتش الحي ديال باب القاري للاسف. يعني حنا كنشوفوا دابا على الصوره سيده مراه كبيره دايزه تيطيحوا الناس. يعني تخيلوا انها كانت دايزه وطاح عليها هذا السور ولا داك الاطفال دايزين وطاح عليهم هذا السور. كاين اللي طيح مسكين في مع الحجر وهذا. وكاين كاين كاين ناس اللي تهرسوا كاع. رجل كبير تيدوز تيتاكل بشي حاجه. الارضيه غير صالحه حتى للمشي. شنو رسالتكم نتوما كساكنه ديال المدينه القديمه وكساكنه ديال مدينه مكناس؟ السيد عبد الله بوانو بصفته رئيس الجماعه باش يقنع الحل في اقرب وقت. صراحه كساكنه عينا من الوعود ما بقيناش قادين على حتى وعود. بغينا افعال بغينا تطبيق بغينا البانو ديال البروجي يتعلق عاد ارتاحوا. هذا هو يعني باش يجي شي واحد يوعدنا وخصوصا حنا في الفتره الانتخابيه ما عندنا ما نديرو. يعني ما عندكم تديروا بالوعود الكذبه. هنا غنرجع عند السيده قبل ما نرجع لعندك. نمشيو عند السيده اللي حتى هي براسها ولا ناخذ معايا نسى. نمشيو عند السيده اللي هي براسها كتقول على ان الدار عندها ايلا السقوط وعلى ان السور الاسماعيلي كيطيح عليها. وواحد النهار كما كانتش حاضره كان الابن ديالها غادي يموت. غادي نحاولوا اننا نرصدوا لكم حجم المعاناه ديال الساكنات ديال المدينه. ما عندهم سلاو اوتوماتيك. لا عاون الحاج. السلام عليكم. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي طاح عليكم كيطيح عليكم الصور. شوفي الشقات شتي نهار انا تيتخشوا القطره. هذا انتم لاصقين الصور ديال الاسماعيلي. انا وليت كنطيح نقصر قصر التلفازه شي شويه. طبعا مشاهدي قناه شوف تيفي وحنا كنشوفوا الجيران. يعني هذا تصريح ديال الجيران اللي ساكنين الدار اللي طاحت دابا. وليت صغير شي وليت صغير تيتشقوا القطره وشتي الصور الاسماعيلي تيطيح علينا. تتكون الشتا والريح تيطيح علينا. حاولتوا انكم تناشدوا القائد ديال المنطقه ديالكم او الباشا ديال المنطقه ديالكم؟ انتم اين الملحقه تابعين؟ ما عرفتش اش من سميتو تابعين؟ ملحقه ما عرفتش انا ملحقه. على كل حال نتوما حاولتوا انكم تراسلوهم؟ دخلوا لنا شي اربعه المرات يدخلوا يصوروا والو. دابا هادي دابا انا باش تجوج شي صافي هو رجع نشوفوا البيت الاخر. سمح لي نحدو انا. نتوما لاصقين الصور الاسماعيلي. طبعا الصور الاسماعيلي اللي راه كيترمم الان في العديد من مداخل ديال مدينه مكناس. ها هو عاوتاني من هنايا هاد الجهه هادي هي من هنايا عاوتاني طاحت من هنا حجره. هادشي شفتي هذا مسدود هذه كلها طاحت. هذا هو اللي هبط لي بالكايز. اختي البيت البرود شنو غادي يطيح لي هذا البيت؟ وصل السماعي صافي باش نكون اختي هذا ما مصلوح ما والو وما ساكن فيه حتى شي واحد. تيرجع لي البروده كامله اجي تشوف. هانت دار لاصق عليه هذا الحيط راه مغطيه بالماريو فهمتيني. كلشي هانت انا كيدخل حتى الماء. هانت شنو البيت كيدير؟ الماء تقطره ولا تطيح لي كل عام جوج مرات في العام تنديروا السيما من الفوق. للاسف مشاهدي قناه شوف تيفي كنشوفوا يعني وحنا في 2021 هنا قلت لي ديك المراه الولد الصغير طاح عليه شاكي طاح عليه داك انا نوريك فين داك اللي طاحت عليه كاع. انت دايرين هنا التراب كامل تيهبط هنا كنشوفوا شوفي عاوتاني هذا انا غادي نرجع لهنايا. للاسف حنايا في سنه 2021 واننا شفنا الانطلاقه اللي عطاها صاحب الجلاله على ترميم المنازل والايلة السقوط وكذلك الاستفادة ديال المواطنين. لكن هنا كيقولوا كاينه وعود كاذبه الى حدود الساعه. كل مره كيجيو يصوروا ويمشي ولكن لا حياه لمن تنادي. هذا راه بير حنا اللي زدينا انا وخو هادي. كيفاش بير؟ بير هذا كانوا تيخرجوا الفيران بير قديم تيخرجوا الفيران تيخرجوا الفيران عرفتي كانوا تيتسابقوا علينا هنا. عاد زدينا انا وخوها بالسيما وجبنا شي شويه ديال الحجر وزدينا التقابي والمهم كانوا تيخرجوا لينا. قلتي شنو رسالتك للمسؤولين؟ كلشي ضروري هنايا
كلشي. هي مسكينه راه والديها ماتوا هنا الله يرحمها. والديها توفات الله يرحمها. انت ما عندكيش بديل واخا في الدار اين سقط ما عندكيش بديل فين تمشي. دارت مسكينه عايشه بوحدها. عايشه غير بوحديتي ما عندي زعما فين نمشي. حتى انا ما مسكينه ما مدخلاش. شحال من عام انت ساكنه هنا؟ وانا كبرت هنايا ملي كنت صغيره وانا كابره هنا. ما عندكي لا مالادو. ما عندهاش مسكينه. ما عندي لا مالادو لا والو. كان حتى الطواليت ما عنديش نخرج على برا. ما تقيلش فيها هنايا مسكينه تقيل خدامه. هنايا تنقيل خدامه. تجي تنعس مسكين. تنجي نعس وهي تقول لك زعما تنقيل نعس وتنوض الصباح. تجي تنعس. هي بنفسها مسكينه ما تطلبش منها حتى شي حاجه. ما تنبغي نقول حتى شي واحد لا عطيني ولا مدلي ولا حتى شي حاجه. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يدير الخير اختي هذا الشيء اللي نقول. 2021 وكنشوفوا انه باقي في مدينة مكناس في وسط يعني المدينة ماشي حتى في النواحي باقي ناس ما عندهمش الماء وما عندهمش الضوء وما عندهمش يعني ابسط مقومات الحياة. خدت انا اختي الوليد هنايا. هي طاحت هي معاودة جديدة شوف. هي باش تعرف فيها معاودة جديدة وعاوتاني تقلعت. طاحت من تما. هاد العاطي كانت كام. وبا ديك النهار هي تانت هو راجل كبير. ما غيكذبش عليك والله الا تفلق ديك النهار. باش تبان الحاج. شتي هادي هادي كاملة طاحت عليه. لا حول ولا قوة الا بالله. وتي كاين بها شي شويه ديال الشتا فاش تكون شي شويه الشتا حنا راه ما دايرينهاش كاع. هو دابا ديك النهار حتى هي مازال جديده. درنا السيمه ولا عاوتاني هي تشقات. ما كملتش الشهر. هي عاوتاني تشقات من الفضل. انتم متابعين الى ملحقه اين اذا اين اين البلديه محسوبين على السينيه. السينيه مشوار السينيه. مشوار السينيه محسوبين حنايا. بابا ماير محسوبين على مكناس. لا ولكن على مشوار. على كل حال. يا كابا. محسوبين في البلديه علمنا علمنا هنا بلديه حنايا هاد الحوم البلديه بابو عمير بابو عمير اللي جيت المرسى بابو عمير دابا كنتمنوا الرساله ديال هاد السكينه وهاد المواطنين توصل طبعا جا القائد وجا القائد وجات اللجنه وجات كل شيء هنا جاو ودخلوا حتى شحال من مره جاوا شحال من مره تقريبا جاوا قائد جا مره واحده واللجنه جات مره واحده انا كل مره كيجيو كيصوروا كيمشيو صافي كيصوروش كيجيبو يمشي شو كيشوفوا الدار زعما البيوت تاعيبين كيشوفوا وصلحتهم ولا باقي اه وصلحتو واش دايرين تيقولوا لنا غادي يجيو نديروا لكم ما تيديروا لنا حتى شي حاجه باش انا شحال تقريبا من مره وما كيجيو اكثر من شي خمسه د المرات اللي جا ولا 10 د المرات اللي جا شنو كيجيو يديروا اجيو شي طلعوا علينا و تيمشيو بها هادشي هادشي اللي كاين كيقول لكم بلي حتى نتوما غتستافدوا غادي كدا غادي يصلحوا لنا هادشي هذا وما تيديروا لنا حتى شي حاجه شحال من عام هادي باش قال لكم هذا الهضره اكثر من شي 5 سنين ولا 6 سنين 25 عام انا من هي خلاقه انت تري بعدا يجيو يجيو علينا تري بعدا عادي يجيو يصلحوا لنا هادشي اللي دابا هذيك الحمد لله راه خاويه بعدا وضروا لي بزاف قطره البيوت باش يقطروا علينا ما تخافوش على ريوسنا حتى تخافوا على الدراري والدينا والصبي هذا راه سي نمشي نخافوا ما حنايا لا حول ولا قوة الا بالله مشاهدي قناة شوف تيفي كنشوفوا كيفاش يعني انا غادي ناخذ مرحبا سيدي مرحبا هذا واجد مرحبا خويا مرحبا هنا ريحتك لالا مرحبا لالا هذا واجد كاين على الحل لك الباب هنا مشاهدي قناة شوف تيفي كنشوفوا هاد الدار اللي كانت قايله السقوط وطاحت هنا السكينة ديال الحي اللي كتقول اللهم هذا منكار حنايا خاصنا نستافدوا من هاد يعني من هاد يعني الميزانية اللي خرجها صاحب الجلالة نصره الله اللي كانت بالملايير ديال الدراهم اللي غادي يستافد منها جل الشعب المغربي اللي كيعيشوا تحت تهديد المنازل أيلة السقوط لكن للأسف لا حياة لمن تنادي دائما كيجيو الجنات دائما كيجيو السلطات لكن فقط يعني باش كيبردوهم ولا يعني باش كيتكناو زعما كيحاولوا انهم يعطيو وعود كاذبه هنا خويا حتى نتايا من مساكينه ديال هذا الحي اجيني هكا عفاف داركم لاصق لهذا نتوما من الناس اللي مهددين ديالنا هنايا وهذا الحي هذا راه تقريبا دابا راه ملي كانوا جاو صلحوا دوزوا للقوادس وهاد ديال الواد الحار وهاد خلاو لا راضي من هادشي هكا ما تصلحش دابا ديما فوق ما كيجيو غير هاد الصباح هذا فاش جاو اعوان السلطه قال لك بان صافي غير صبروا غادي نجيو غادي نصاوب صبر تقريبا دابا هادي شحال 18 عام ولا 17 عام نفس الهضره الهضره اللي كتسمعها اليوم كتعاود تسمعها غدا صافي صبروا غادي نجيو حنا صيفطنا التقرير حنا هادي حنا خويا كيتبدلوا الباشوات كيتبدلوا العمال كيتبدلوا المعاناه كتبقى هي هي ديال الانتخابات عاد كيجيو كيبقوا في الديور السلام عليكم حنا غادي نصاوبوا لكم الحومه حنا غادي نقادوا لكم حنا هادي حنا هادي وديما نفس الهضره ودابا المشكل دابا اللي كاين دابا هاد الحي ماشي نقولوا زعما شي حي ما كيدوزش الناس راه كل صباح هنايا مع شي 8 ونص 8 كيدوزوا ولاد المدرسه بنو الهيثم زيد على هذا في البيريود ديال الكوفيد هادي ما كانوش بعدا التوريست هما بحال دابا ديما انا كيدوزوا التوريست كتمشي من هنايا كتخرج جات حبس قاره جات المآثر التاريخيه يعني دابا قدر الله لو كان بحال دابا كان شي توريست جاي ولا شي اي واحد دري صغير ولا ديماش عاد ديك الساعات غادي تنوض الصداع عاد يقول لك لا صافي راه كنا
يعني عادي يقول لي راه جينا وجينا وجينا وانتم تقولوا بصح جاو يعني بحال اللي كيشهدوا انتم شهود عليهم انهم كيجيو كيديروا العمل ديالهم كيف ما قلت لك دابا في القيشه ديال فاش كيكونوا التوريست جايين غادي ما ديال الطريق ديالهم الطريق الرئيسيه بغيتي تخرج الجهه ديال الهديم خصك دوز من لهنا بغيتي تمشي لجهه مولاي اسماعيل جهه حبس قاري خصك دوز من لهنايا حتى المواطنين اللي كنشوفهم كيدوزوا من هنايا دابا انت كتشوف الدراري الصغار كلشي احنا دابا واقفين دابا مراد الحق وشوف الله يبارك شهود الخير وصافي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مشاهدي قناة شوف تي في كنتم معنا مباشرة من مدينة مكناس منزل أيل السقوط اللي طاح اليوم منزل مهجور اللي طاح اليوم على الساعة 9 صباحا وخلق أولا كانت واحد الخوف وخلق هلع وخوف صفوف الساكنة ديال باب القارة باب القارة. إلى هنا مشاهدي قناة شوف تي في لا كتب علينا وليكم مكاتب الخير. الحمد لله. أمين.